اجوا عليكم بالعافية. اسمحوا لي الآن قبل أن نستقبل الفصل الأحمر أن نشكر الأستاذ محمد ومدرسة الفرسان على هذه الجيهة الطيبة اللي تعلينا شيء الكثير جدا. اليوم شفنا ما شاء الله تبارك الله من نفس المدرسة عبد المحسن وسليمان مثلوا المدرسة خير تمثيل. شباب بنفسجي هدوا، نشكركم على الحضور وعلى العنوة، وإن شاء الله أنها زانت لكم مدرستنا، تعلمتوا فيها في الوقت القصير، إنه ماخذوا منها معلومات. إن شاء الله نشوفكم في برامج جاية إن شاء الله. الله يكرمكم على الاستضافة الجميلة هذه، وحابين نشكر أولاً ابتداءً قناة بداية، ثم بعد أيضاً كذلك برنامج المدرسة باء التابع لقناة بداية. الحقيقة يعني أنا أول مرة أجي، العمل خلف الكواليس أكبر وكبير، يعني ممكن المشاهد هنا يشوف أشياء ما يجي بالها أبداً اللي خلف الكواليس نهائي. ما شاء الله تبارك الله، من إعداد من إخراج من منتجين من مشرفين من طبعاً مسك الختام المشاركين أيضاً المتابعين. يعطيكم العافية شرفتونا. أنا بسألكم سؤال بس على السريع، أنتم جلستوا معنا ممكن في حصتين اللي هو الخط والتسويق، ايش استفدتوا في هذا الوقت القصير؟ انه مهما كان عندك اي شيء يمديك تعلنه، اي شيء يمديك تسوي منه اعلان ويعجب المشاهد. يا سلام. وتطبيق يا اخي هذا يصلح مسوق، تطبيق هوت تقدر تبيع فيه اي منتج، يعني بس مجرد انك تصور شاشه يطلع لك المنتج في تطبيق هوت تقدر تسوقه. ها استفدت يعني كيف اسوق، يعني عرفت كيف اجذب المشاهد انه يشتري هذا الشيء. يا سلام، عرفت كيفيه التسويق وكيف اجذب المشاهد انه يشتري ذا الشيء، وكيف يعني اتعلم الخطوط وكيف اطلع من حرف واحد 4-6 حروف. جميل جميل. وتعلمت انا كيف اسوق، وتعلمت في حصه الخط العربي كيف يعني اني اذا مارست الخط ان خطي يتحسن ويصير خط حلو. يا سلام. اشياء كثيره هنا. ايوه الخط كل شيء. والتسويق تسويق استفدت منها. ايه هذا والله العظيم من اللي يسعدنا ويسرنا انكم عشتوا معنا يوم بسيط جدا واخذتوا هذه المعلومات. الشباب لهم معنا 57 يوم وان شاء الله انهم اخذوا معلومات كافيه. ننتظركم في المواسم الجايه. الله يحييكم وشكرا على زيارتكم الاستاذ محمد. يعطيك العافيه. الله يسعد. تفضل يا الفصل الاحمر. احمر. يلا يا حبيبي. شكرا لكم. عندك اقلب لا اقلب الكرسي مو بوقته. يعطيكم العافية يا شباب، شرفتونا ونورتونا والله العظيم. يا هلا سم. حطها هنا. هذه حطها تحت، افتح الدولاب سليمان. ايوه حطها جوا. سكر. يلا ترتيب محمد. يا شباب نسمع اقوى 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 تحيه لضيوفنا اللي نورونا اليوم. يستاهلون. الف عافيه. تفضلوا يا شباب. شكرا لكم. توكلنا على الله. شكرا لكم ما قصرتوا. والله نورتونا اليوم. اي والله. شرفتونا صراحه. وان شاء الله انه كان يوم خفيف لطيف عليكم. فقط خفيف لطيف مميز. يا حبيبي. ان شاء الله عقبال المواسم الجايه انهم يشرفونا. اسمع والله اسمع والله العظيم. ها هبوط نبدا الحين على اساس يكون فلبة. ها روح هات الجوال. لا انت
دي لا هي عادي عادي.